رحيم، طلابي وطالباتي، كلية الصيدلة، مختبر الفسيولوجي. اليوم بدنا نحكي عن اليورين أناليسيز فسيولوجي لاب رقم 8. طبعا المرة الماضية أخذنا عن البلد بريشر وكيف نقيسه، ودينا لكم فيديوز وعرفنا لكم إيش تعريف البلد بريشر اللي هو القوة الناتجة من الدم أثناء مرورها في الأوردة والشرايين وتتولد قوة. هاي القوة بتضغط على الجدار وبنقدر نعملها measurement وقياس عن طريق الاسفيجمومانوميتر، هذا الجهاز اللي بنشتغل عليه، ولكن تطورنا وصار هلأ كله electrical، بس انه عن طريق اللي هي وضع فقط جزء من الإصبع على الجهاز الإلكتروني بيعطينا الرينج. وقلنا أيضا الجدول اللي مطلوب منكم إنكم تحفظوا الأرقام، إذا زادت عن حد معين أو قلت في حالة السيستوليك أو الديستوليك. وقلنا النورمال هي 120 البلس البلس بريشر اللي هو نبضات القلب تقريبا من 120، من نقصها من 80 بيطلع لنا 40 اللي هي السيستوليك والدياستوليك. ماشي. وحكينا برضو العوامل بتأثر على البلد بريشر وشرحناها بالتفاصيل. اليوم بدنا نحكي عن اليورين أناليسيز، رح نحكي الفيزيكال تيست. الفيزيكال تيست اللي هي الحجم، اللون، الرائحة، البي اتش القاعدية. وبدنا نحكي أيضا عن الكيميكال سكرينينج تيست اللي هم البروتين تيست و هيلر رينج تيست، وفي عنا جلوكوز تيست وكلورايد تيست. وفي حالة زاد نسبة الكلورايد في اليورين ايش متوقع يكون الديزيز، او ماذا يؤدي زيادة الكلورايد في اليورين. واخر اشي اللي هو عن طريق الميكروسكوب الاشكال اذا كانت كريستال او كانت اللي هي النورمال الكريستال لليورين اندر ميكروسكوب. للحديث أكثر عن هذا الموضوع بدنا نستضيف دكتورة عارين عمارين، دكتورة في النباتات الطبية كعلاج للسرطان، وحاصلة على الماجستير في التحاليل الطبية والبيوكيمستري من مؤتة. دكتورة عارين اتفضلي. هاي طلابي إن شاء الله إن شايفينك من هنا. أيوة اتفضلي دكتورة. مساء الخير، شو أخباركم؟ أول إشي بتشكر الدكتورة آلاء، وللفخر إني أعرف دكتورة مثل دكتورة آلاء. الله يسعدك. شفتها كأم، شفتها كطالبة، وشفتها كدكتورة. الله يسعدك. شفتها كإنسانة كمان. شكرا لك. فعلاً ما في، يعني عدد ما في أحسن منها. عمري ما شفت مثل أخلاقها. شكرا. عمري ما شفت مثل عفويتها وعلمها طبعا. شكرا دكتورة. الله يسعدك. شكرا لك حبيبي. اليوم رح نحكي عن اليورين أناليسيز، كيف بدنا لو إجانا عينة بول في المختبر، كيف بدنا نطلع نتائج معينة وشو بالأخير بترتب عليها. بالأول لازم نعرف شو هو اليورين، شو هو البول. هو إحدى الوسائل اللي بتخلص فيها الجسم من الفضلات. طبعا ناتج هذا السائل عن نيتروجينوس سبستانس. طبعا نيتروجينوس سبستانس بيحتوي على اللي هو يعني عباره عن بروتين، عباره عن كمان نيوكليك اسيد ميتابوليزم. ومن الامثله عليها اليوريا، اليوريك اسيد، الانجكتد سبستانس، والاكسس ووتر. طبعا اليورين بشكل عام كإنسان طبيعي
ناضج لازم انه نعمل من يعني من مرتين لاربع مرات في اليوم، واكثر شيء بحدث في الليل. طبعا التكوين اليورين بينعكس على الكدني فانكشن، وطبعا العمر بيلعب دور، الفيزيكال اكتيفيتي بيلعب دور في اليورين ريفلكس. هلا حجم البول الطبيعي اللي يخرج من الجسم كيوميا من 1 لـ1.5 إلى 2 لتر، بيعتمد طبعا على الدايت اللي احنا نتعامل فيه خلال اليوم. بصير له ديورايسيس ستات اذا استخدمنا ادويه للبول، في حالات معينه من مرض السكري اذا صار في عندنا خلل في الهرمونات البيتيوتري جلاند اللي هي الغده النخاميه، او اذا كان في عندنا امراض في الكلى. وبصير في عندنا اوليغورايسيس او يعني بقل اذا كان صار في عندنا في دياريا، كان في عندنا vomiting كمان او تعرق زائد، اذا كان في عندنا عدم تناول للماء يعني ما كنا نشرب كميه كافيه للماء، وبرضه كمان في امراض الكلى. وانيوريا اللي هي عدم وجود خارج بولي من الجسم، completed lack of urine volume output، وناتج طبعا من امراض الكلى او الفشل الكلوي. بالنسبة للفحص، أنا بدي أفحص هلا سامبل من اليورين. أهم إشي إنها لازم تكون فريش سامبل، يعني عمر العينة تقريبا كماكسيمم 4 ساعات. أول تست بعمل اللي هو الفيزيكال تست مثل ما تفضلت الدكتورة آلاء. أول شيء بنحكي عن نطلع على الكلر، طبعا لازم انه يكون كلين تيوب، نطلع على الكلر تبعه. النورمال كلر للفريش يورين سامبل هو سترو لايك او يلو او امبر لايك. طبعا الالوان على حسب ناتجة، على حسب الميتابوليك اوف هيموغلوبين. من امثلة على الميتابوليك اوف هيموغلوبين هو الاولوكروب. خلينا ناخذ مثال معين، هي مثلا مكان لون اصفر، يعني صفار غامق اصفر من النورمال كلر، ممكن انه يكون مرض الجلد والصفار، كلنا بنعرف شو هو مرض الصفار خاصه عند الاطفال، او بكون في عندنا حصوات. ممكن كمان اذا كان مائل الى اذا بكون ابيض، يعني بكون الوايت بلاد سيلز عالي في او الكريات الدم البيضاء عالية في البول، ناتج عن خلل الاوعيه اللمفاويه، او بكون في زياده في الاملاح. اوكي. اذا كان احمر او اسود ممكن يكون مرض في الكلى او في خلل في الميتابوليزم. وللمدخنين يكون في البازز عالي او بكتيريا بتكون عاليه. اوكي دكتوره، بس في مداخله من طالبه، تفضلي. في حدا كان يسأل أو يجاوب؟ لا، أنا كنت أحكي لها إنه ممكن يكون في عنا infection بالurinary tract maybe إذا كان في أصفر مغمق أو not clearly. مو سامعة، لحظة شوي خلينا نرجع. دكتورة هي كانت تحكي عن الكلر تبع التست بالنسبة لليورين. أوكي. صح؟ فأنا yes. بحكي لها إنه ما بعرف، أنا من معلوماتي ممكن إنه كمان في سبب إنه ممكن يكون المريض نفسه بيعاني من اليورينري تراكت انفكشن، أو yeah. حتى كمان ممكن يكون إذا not clearly أوكي بيكون مثلا لونه أصفر وما بيكون يعني إنه مصاحب لإفرازات ممكن. يس yes. يا yeah. دكتورة
بتقول إنه، بس أرجع لكم على الدكتورة، بتقول هي كانت إجابة إنه في حالة الإنفكشن لمثلاً مرض معين برضه إنه بيبين بأثناء اللي هي العينة، عينة اليورين. وأيضاً إيش كمان قلتي؟ في كمان مداخلة ولا بس هيك؟ هي مش جواب، هو دكتورة كانت تحكي بالنسبة للألوان اليورين، وإنه yes، ألوان ألوان اليورين إيش الريزلت ممكن إنها تكون المحتملة، بس yes، إنها كانت yes، كمداخلة إنه اللون الأصفر إنه ممكن يكون إنفكشن عندها باليورينري تراكت إنفكشن بجانب الكدني yes. هي حكت إنه ممكن يكون في مشكلة بالكدني أو ممكن يكون في ستون عنا حصوة. لا لا، اصفرار ما بيكون في خلل في الكدني. اذا كان لونه اصفر يا بيكون عنده اصفار او بيكون في عنده حصوات او بيكون مثلا شارب مي كثير ممكن، او بيكون الاكل اللي باكله هاي اذا يعني طبعا اقل شيء ممكن ان نتعامل فيه انه اذا كان اكله مش صحي، يعني باكل سكر كثير، ممكن باكل دهون كثير، تعب الكبد، تعب الجسم، فممكن يكون الاصفرار. بس انا بحكي كانفكشن يعني انه yes. اذا كان في اصفرار غامق yes. ممكن في الغذاء، غلط في الغذاء، او بيكون اصفرار مرض الاصفرار، او ممكن حصوات كمان اذا بصاحبها الام كمان yes. طبعا كله اعراض كمان مو بس الكالرز يعني yeah. الأمراض الكلى بكون أكثر إيش، بكون الألوان الغامقة يعني لون الأحمر، لون الأسود، الأحمر الدموي، كمان لون البني، هاي كلياتها يعني من رجح المرض الأمراض الكلى. أوكي يس يس، نفس مداخلتها بكون خلل في الكلى أكثر يس yes. جاوبنا دكتورة. على السؤال جاوبنا طالبتي، جاوبنا غيداء. غيداء دكتورة، بس في مداخلة من حدا تاني مشان هيك أنا سكتت. دكتورة أنا جاوب السؤال، طالباتي جاوب السؤال. دكتورة تمام. أوكي ممتاز ممتاز دكتورة، هم بيقولوا ما كان سؤال، هي كانت مداخلة، لأنه إحنا السيستم التعليمي يعني قائم على الديسكشن، فهي أضافت معلومتك دكتورة، هي عملت إضافة. نعم نعم نعم، تفضلي دكتورة تفضلي. أوكي هيك بنكون خلصنا الكلر. أما بالنسبة التربيدتي اللي هو التعكر، التعكر في العادة إنه لازم يكون ما فيش تعكر، يعني بيكون صافي بيور. إذا كان في تعكر عالي هذا بيدل على عوامل مرضية pathological condition، ممكن يكون في بكتيريا، ممكن يكون في كريستال، أو ممكن إحنا نكون غلطانين في عملية التخزين، أو ممكن فترة تخزين السامبل طويلة يعني أكثر من 4 ساعات أو أكثر مثلا من 5 ساعات، ممكن يعني بصير الفترة الطويلة بصير في تعكر، أو بكون وجود دم في البول، يعني عملية أخذ العينة خاطئة خاصة للبنات، أو بكون في ترسبات يورات أو فوسفات، ترسبات أملاح يعني. أما بالنسبة للأودر، الرائحة هي أكثر إشي نستخدمها إذا كان في عنا بكتيريال إنفكشن. الرائحة بشكل عام لليورين بتكون ناتجة عن الأحماض العضوية المتطايرة اللي هي البولاتيل أورجانيك أسيد. إذا صار في عنا بكتيريال إنفكشن بصير في عنا زيادة في إنتاج الأمونيا الناتجة عن البكتيريا وكمان الجسم بإنسان، بالتالي بصير في عنا رائحة كريهة زي كأنها مخزنة في الشمس يعني، فبتكون رائحة كثير قوية. البيئة الحموضة النورمال بتاعه لازم أن يكون الستة الأسيدك تبعه، وطبعا بنستخدمه عن طريق ورق تعباد الشمس، بنقدر نطلع البي اتش، بتحول اللون الأزرق إلى اللون الأحمر. هلا إذا كان مائل إلى القلوي أكثر
بكون حالة مرضية تكون حسب التمثيل الغذائي أو يعني غذاء، كمان الأكل بكون غلط ممكن. وإذا كان حامضي أكثر من 6 يعني، أو خلينا نحكي أقل من 6 أو أقل من 5، بيكون في عندنا أملاح زائدة في الجسم. من أمثلة الأملاح طبعا كلنا بنعرف شو هي، الـ NaCl، الـ Na2SO4 والـ Na3PO4. هو البفرنج سيستم للـ pH، البفرنج سيستم للـ pH في الجسم يحدث في الكدني عن طريق الـ NH3، بيحدث في الكوبلنت تيوب قبل ما انه يخرج للخارج البول عن طريق المعادلة اللي هي H زائد NH3 بعطينا NH4. بعدها آخر إشي اللي هي specific gravity اللي هي الكثافة النوعية. في الكتاب اللي معكم اللي هي normal range للspecific gravity 1.01 1.022. هاي احنا اللي احنا بنستخدمها في المختبرات النورمال رينج اللي هو الايزو، يعني نستخدمها من 1.015 ل 1.012 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طبعا السبيسيفيك جرافيتي هي مقدار تركيز المواد الصلبة في البول. المواد الصلبة تتمثل في البروتين، في الأملاح، في الدم، في الحديد إلى آخره. هلا إذا كان في عنا السبيسيفيك جرافيتي طبعا عن طريق معادلة رح نحكي عنها، إذا كانت هايبر بتدل حالة الهايبر أو الزيادة فيها بتدل على إضرار بول عالي. إحنا أخذنا مدرات بول فبكون البول مكثف، فبتكون المواد الصلبة فيه عالية، عشان هيك بيكون specific gravity عالي. أو بيكون إذا كان في حالة الهايبر يا إما فشل في الكلى، أو بيكون يعني أخذنا سكر كثير. هلا الفشل الكلوي دائما بيكون الـ specific gravity فيه دائما 1.10 في العادة. يعني ليش؟ لأنه الكلى في هاي الحالة غير قادرة على استخلاص اليورين أو تنظيم الدم أو عملية البفرينج. يعني المعادلة اللي موجودة في الكتاب specific gravity اللي هي weight of specific urine volume للأربع درجة تيروسية لا على at 4 Celsius على ال weight of an equal volume of water at 4 درجة تيروسية. طبعا أنا مش عارفة كيف بدي، يعني لازم تكون في عمليا، يعني أنا نشتغل عملي بس ما في مجال. العملي دكتورة ببعت لهم فيديو بعد ما نخلص، مهندسة دعاء عنا مشرفة بالمختبر بتنقي فيديو إنه how deals with this experiment عن طريق الأونلاين، يعني بنبعت لهم فيديو برضو إحنا يعني بعد اللاب الجزء العملي بنبعت لهم فيديو how to do it يعني. كثير ممتاز. Yes, إن شاء الله. أكمل أنا نظري. Yeah, إن شاء الله. هيك خلصنا الفيزيكال تيست. طبعا أهم إشي في الفيزيكال تيست التمبريتشر. بعد قبل هاد كله لازم إن نعرف إنه نشوف درجة حرارة السامبل، الفريش سامبل قديش، وعلى الأغلب لازم تكون 15 درجة سيلسية. هيك بتكون قابلة لأن نعمل في إلها الفيزيكال تيست. بالنسبة للكيميكال تيست، الكيميكال تيست رح نتطرق على 3 أشياء اللي هي البروتين والجلوكوز والكلورايد. البروتين المفروض إنه عدم وجود بروتين نهائي، يعني النتيجة نيجاتيف. إذا كان في عندنا طبعا نسبة قليلة بكون في عندنا خلل في الغذاء. إذا كانت النسبة بتزايد أو زايدة على حسب التست اللي راح ناخده إحنا، طبعا في عندنا أكثر
من تست للبروتين. إذا كان في عندنا ناتج البروتين عالي فبيكون خلل أو أمراض في الكلى. أول تست للبروتين بنستخدمه اللي هو البيوريت تست، بناخذ 2 مل من السامبل من اليورين وبنحط ريجنت 2 مل اللي هو الريجنت تبع البيوريت تست. طبعا هذا مش كثير مستخدم، اكثر شيء بنستخدمه اللي هو 900 تست. 900 تست اللي هو بيعتمد على التاكسد، التاكسد الامينايز، الامينايز اللي هو مكون من الامينو اسيد CO2 والكورسبوندينج الالديهايد. طبعا يعتبر ايضا فينجر برينت، ممكن نستخدمه كفينجر برينت ال 900 تيست، يعني كثير مهم ال 900 تيست. هلا المعادله في ال 900 تيست بنستخدم اللي هو امينز مع 900 بنتج عنا كلر. الكلر برودكت يا اما بيكون بلو يا اما بيكون يلو. اذا كان بلو بيكون ناتج عن وجود الالفا امينو اسيد اللي هو الان اتش 3 فورمال. اذا بيكون ناتج يلو بيكون في سكندري امينو اسيد او البيتا امينو اسيد. طبعا هذا بيكون ابنورمال. البروتوزات تاعها راح احكي لكم اياه نظري. هي بناخذ 1 مل من التست سوليوشن بنحطه في تست تيوب، بنضيف عليه 1 مل من الديسل ووتر بس انها كنترول الديسل ووتر. بعدها بنحط من 3-5 دروب من ال 900 طبعا 2% تكون نسبته البيرسنت تبعه، والووتر بنحطه في الووتر مدة 5 دقائق. فبطلع عنا إذا طلع عنا بلو بكون ألف أمينو أسيد، وإذا طلع غير هيك أو يلو يعني بكون بيتا أمينو أسيد أو سيكندري أمينو أسيد. الأمينايز يعني الأمينو أسيد بيكون سيكندري مش الأن أتش 3، بيكون جروبات ثانية أو فورمال ثانية. التست الثاني للبروتين اللي هو الهيلتر رينج تيست. الهيلتر رينج تيست طبعا بيكشف عن وجود الألبومين، بيكون بيظهر الألبومين في التيوب على شكل وايت رينج. At a junction of the solution and concentrate solution of nitric acid. البروسيجر تاعه اللي هي بناخذ 2 مل من اليورين بنحطه على 1 مل من الكونسنتريشن نيت. يعني انا بيفيدني بعرف قوه الدم من خلاله اوكي. يعني ما ما لازم يكون في فصلان بين القطره والثانيه، لازم يكون القطرات متواصله يعني زي الشلال منصوبها صوب اوكي. اللي هي الكونسنتريشن نيتريك اسيد. بعدين بيظهر عندنا بعد فتره معينه بيظهر عندنا الرينج اللي هو الوايت رينج اللي هو اللي هو عباره عن البومين. اوكي دكتوره في مداخله اذا سمحتي دكتوره عرين. في مداخله تفضلي. بالنسبه للهيلر رينج تيست اللي هو بكشف على الالبومين، هون انا بقدر اعرف في قوه الدم هذا نفسه. بتقول لك السؤال الموجه دكتورة الهيلر رينج تيست، هل بقدر أعرف قوة الدم من هذا التيست اللي هو الهيلر تيست أو هيلر رينج تيست؟ بقدر دكتورة؟ لا احنا هنا بناخذ بس بروتين الألبومين. أوكي. يعني البروتين ما له دخل أبدا كقوة الدم. أوكي ماشي. الدكتورة راحت ولا شو؟ دكتورة
رياح الصوت. هلا اتصورتها حتى. شكله علق معاها النت او هيك. ممكن دكتورة آلاء. دكتورة آلاء في زي صوت كيبورد صح؟ ولا هذا من عنا احنا من الطلاب؟ شكله من غيداء سيو راح. طيب شو نعمل يعني نطلع ولا كيف؟ سرين لا بس مستعزلة. استني ريكورد طالباتي سامعيني طالباتي؟ ممتاز. هلا هو لساته ريكوردينج صح؟ ما انه وقف ريكوردينج. دكتور ممتاز. طيب هاي الامور تمام دكتورة. رجع الاتصال، هو فصل من عندي من هون. طيب هلا نرجع لسؤالنا. هلا دكتورة انكتب صوتك. ما في صوت. عامله ميوت دكتورة. فكرة المايك. عامله ميوت من عندك. يا حبيبي. دكتورة. دكتورة ما عم تسمع. اوكي هي الصوت رجع دكتورة. كان الصوت محطوط بميوت. تفضلي دكتورة. الجواب هو لا، لأنه هون بنحكي عن الألبومين، عن البروتين، يعني هذا كاشف للبروتين مش كاشف لقوة الدم، مش كاشف للحديد ولا يعني مكونات الدم، بس للبروتين، هو بس للألبومين اللي موجود في اليورين بس. أوكي تمام؟ يس. الجواب على السؤال، الجواب صبايا أنا كتير مبسوطة بمداخلاتكم، يعني كتير مبسوطين بعد إذن الدكتورة عرين. الله يوفقك دكتورة. سيستم منيح إنه ديسكشن زي هيك النظام؟ كتير ممتاز طبعاً أكيد، عشان أوكي. الواحد يعرف هل الطالب يعني ما وصلته المعلومة ولا لا، يعني أوكي. أي استفسار اسأله أي سؤال عادي. أوكي فسؤال يعني كتير ممتاز. في حدا كمان عنده سؤال أو استفسار للي شرحناه قبل؟ الأمور تمام؟ خليني أسمع من الطالبات والطلاب. تمام دكتور. تمام بقولوا لك دكتورة الأمور تمام لهلا إن شاء الله. تمام إن شاء الله.
اوكي هلا خلصنا احنا البروتين وبدنا نبلش بالجلوكوز تيست. برضه الجلوكوز تيست يعتبر من الفحوصات الكيميائيه يلي بنستخدمها لفحص البول. طبعا برضه لازم النتيجه تكون نيجاتيف مثل البروتين، غير موجود وجوده يدل على ايضا مرض السكري، انواع معينه طبعا من مرض السكري. هلا البندكت في عنا التست اللي بنستخدمه للجلوكوز اللي هو البندكت تيست، اللي هو السي يو اس او 4 لونه بلو. في حدا بحكي؟ في حدا عنده مداخله او سؤال؟ لا دكتوره، الامور تمام. اوكي هلا البندك تيست اللي هو استخدام السي يو اس او 4 اللي لونه بلو بتحول الى السي يو 2 او، يا اما بيكون لون يا بيكمل لونه بلو او بتحول لجرين او يلو او اورانج يعني او ريد. هلا اذا ظل لونه بلو ما بيكون في عندنا جلوكوز، فهذا البني ادم سليم. اذا صار لونه جرين بيكون كمية قليلة من السكر بنتغاضى عنه وبنحكي عنه نورمال، وإذا كان لونه يلو أو أورانج بيكون مودريت، يعني ممكن إنه يكون في لازم إنه يعمل فحوصات للسكري. وإذا كان ريد أكيد بيكون كمية السكر كبيرة، بنعيد الفحص من أول وجديد، ممكن يكون الغلط منا إحنا. إذا رجع مرة ثانية ريد فبكون عنده مرض سكري. هلا البرودكشن او البروسيجر تبع البندك تيست اللي هي بناخذ 1 مل من اليورين ومنضيف لها 5 مل من البندك تيست وريجنت ونعمل لها بويل مده 5 منت وبتطلع عنا النتيجه يا بلو يا جرين يا اورانج يا ريد. تمام هيك؟ اي استفسار؟ طالباتي الامور تمام واضحه لهلا؟ في مداخله بطلع عندي السكر تمام يس تمام تمام كثير بقدر اعرف سكر التراكم من خلالها. هو اخر شيء بنستخدمه للكيمستري تيست في اليورين. دكتوره عرين، في سؤال من طالبه، عرفي على حالك واساليها السؤال تفضلي. مرحبا دكتوره، انا لجنى الصار وتفضلي شو هو سؤالك؟ بستفسر بس بنقدر من خلاله نعرف السكري التراكمي ولا لا؟ بنعرف من خلال هذا التيست السكري التراكمي؟ لا الجواب لا، اللي هو احنا بس بنعرف اذا معاه سكري او لا، صح؟ تمام اوكي ده. اوكي بالنسبه للكلورايد تيست بكون في عنا طبعا دائما لازم يكون نيجاتيف، لازم انه يكون نيجاتيف مثل الجلوكوز ومثل البروتين. والكلورايد تيست بكشف عن وجود الالكترولايت اللي هم البوتاسيوم السي او 2 والسولتس. كمان اذا صار في عنا زياده في الكلورايد تيست بيكون في عنا زياده في السولت انتاك، بكون في عنا ممكن خلل في الكلى، ممكن إنتاج كمية كبيرة غير معتادة من اليورين اللي هي البوليوريا. إذا كان في عنا ديكريز للكلورايد تيست بيكون في عنا إنكريز أو قصدي عفوا ديكريز للسولت إنتاك، أو بيكون في عنا دياريا وومتينج سويتينج أو بيكون في عنا سولت ريتينشن اللي هو الاحتباس الأملاح اللي هو ناتج بعدين عن احتباس السوائل. بالتيجر بناخذ 3 مل من اليورين بنضيف له 3 دروب من الـ AgNO3 وعلى هاي المعادلة NaNO3 زائد Cl بنتج عنا AgCl2 ولازم يكون لونه وايت. في أي استفسارات؟ في أي استفسارات طالباتي وطلابي؟
لا دكتورة. لا كل إشي واضح. تمام. آخر إشي اللي هو الميكروبيك تيست. الميكروبيك تيست لليورين نستخدم فيه اللي هو الميكروسكوب. نبحث فيه عن الإبيثيليال سيلز، ولازم أن يكون العدد الطبيعي إلها نون، ما في إبيثيليال سيلز. الوايت بلود سيلز كمان لازم يكون عددها أقل أو يساوي من 2-5. والآر بي سيز اللي هي الكريات الدم الحمراء لازم يكون أقل أو يساوي من 2. وحصوات الكلى قصدي الكريستالز، الكريستالز في عنا في أشياء اعتيادية بنقدر إننا نشوفها دائما، في أشياء أب نورمال طبعا موجود زي جدول في الكتاب. النورمال كريستالز مثل اليوريك أسيد، مثل السي أوكسلايز الهابيتك إكسترا هذولا، والأب نورمال كريستال اللي هم البلوروبين وإلى آخر. هلا إذا الأب نورمال كريستال إذا تم ظهورها ناتجة يعني بيكون سببها حصوات في الكلى، أما النورمال بيكون يعني بيكون عادي يعني وجودها عادي طبيعي، كريستال اللي هي عبارة عن أملاح يعني عادية. كمان نبحث عن وجود البكتيريا أو الباراسايت أو إثير إيج، طبعا لازم تكون نون الطبيعي، بس إذا كان في عنا عدوى مرض أو إنه مدخن ممكن يكون في عنا وجود من هذول الكائنات الدقيقة. هلا الوايت بلود سيل إذا أثبت إنه في عنا وجودها أكثر من 2-5 فهذا وجود ناتج عن وجود عدوى معينة، يعني بتكون مريض في إشي معين، ممكن التهابات في المثانة، التهابات في الكلى، التهابات في الدم ممكن كمان. والآر بي سيز بيكون إذا عدده يعني من 2-5 برضه، إذا أكثر من هيك وكميات كبيرة بيكون في خلل في الكلى أو خلل في الدم، وإذا كان كميات كبيرة كثير ممكن نتوصل لوجود سرطان في المثانة. الكريستالز إذا كان الأب نورمال كريستالز ظهرت بكون في عنا زي ما حكينا حصوات في الكلى، والبكتيريا يا إما عدوى أو بكتيريا فطريات وغيرها يعني إذا ظهرت يا إما بكون في عنا عدوى مرض معين يعني أو بكون مدخن. بعدها العينة هاي اللي هي الفريش سامبل، أول إشي بنعمل إلها سنترفيوج، بنعمل إلها سنترفيوج 5 دقائق على 2000 ار بي دي اللي هي لفة بالثواني. يس اوكي سوري. وفبنت عندنا المعلقة، هلا المحلول المعلق هذا ناخذ منه قطرات معينة بنحطها في السسبند ومنسكر عليها في الكلين كفر سلايد، نحط عليها كلين كفر سلايد ومنشوفها في الميكروسكوب ومنشوف نشوف الإبيثيسل والوايت بلاتسز والآر بي سيز إلى آخره، بس هاي هي. ونعمل ونكتبها في كلياتها في ورقة معينة ومنضيفها مع باقي الفحوصات إن شاء الله. طبعاً أنا بالنسبة إلي كفنية مختبر بنصح دائماً إنه يصير في فحص للبول كل 6 شهور، وشرب المي من 1-2 لتر هذا الإشي غلط، يعني اشرب مي لما تعطش، لأنه أنت لما تشرب مي كثير بتتعب الكلى، بتتعب المثانة، بتتعب عضلاتك وبس. سلامتكم. الله يسعدك. طالباتي في عندكم مداخلة، في عندكم سؤال معين للدكتورة؟ طالباتي أو طلابي. دكتورة. في سؤال للدكتورة عنا، في سؤال معين أو مداخلة معينة؟
أنا بدي أحكي هلا بالنسبة للون التخنين شو رح يكون لونه؟ هي حكت في البداية بس أنا ما لقطها. لحظة شوي دكتورة، في هنا سؤال سمعتي دكتورة عرين؟ لا لا. أوكي ممكن تعلي صوتك وتحكي للدكتورة السؤال؟ يعطيك العافية دكتورة. بالنسبة شو حبيبتي هلا اليورين للمدخنين؟ السؤال ما سمعته. لون البول في المدخنين شو رح يكون لونه للمدخنين؟ دكتورة سمعتي سؤال ولا أعيده؟ البول للمدخنين شو بدي يكون لونه؟ يا هذا السؤال. حسب شربه للماء، يعني ما إله دخل. ما إله دخل. اعتقد المدخنين عن طريق اللي هو بلد دكتوره صح، اللي هو النيكوتين، بيقدروا يعرفوا عن طريق البلد اناليسز اذا المدخن. هل نستطيع انه نعرف انه هذا مدخن او لا عن طريق اليورين اناليسز دكتوره؟ طبعا نقدر عن طريق اذا كان في عنا بوستلز، واذا كان في عنا بكتيريا كمان، اذا كان في عنا بكتيريا ومش مريض هو فمباشره بنعرف انه مدخن، او اذا كان في عنا بوستلز عالي كمان بكون مدخن. بس ككلر ما اتوقع، يعني بكون لونه حسب هو اكله، بس بيكون لونه يعني مائل الى الصفار الغامق، يعني دائما بالعادي بيكون اصفر غامق يعني، او ممكن يكون لونه لا هو اصفر، ممكن اصفر بس اصفر غامق يعني ما بيكون نورمال يعني. اوكي بتقول سمعتي جواب طالبتي؟ وضحت. اوكي يعطيكم العافيه. في سؤال اخر من طالباتي وطلابي، طبعا لا يزعلوا الطلاب لاني دائما بحب الطالبات اكثر. متحيزه قليلا ولكن يعني القلب وما يهوى. طلابي وطالباتي تفضلوا. هيهم زعلوا الطلاب، ما انا كيف بدي احركهم انهم يحكوا. تفضل دكتور. تفضلوا دكتور. يعطيك العافيه. الله يعافيكي دكتور. بدي أسأل شو السبب إنه في أشخاص بيصير عندهم كتير التهاب مسالك بولية؟ أوكي يعني بدك الأسباب تاعت الالتهابات المسالك البولية، إنه ليش بيصير عندهم التهابات في المسالك البولية، هيك سؤالك؟ بتكون متكرر دكتور، يعني بتلاقيهم متكرر. أوكي بالضبط. أوكي دكتورة تفضلي. هلا أغلب الالتهابات في المسالك البولية ناتجة عن بكتيريا ممكن أو فطريات، ممكن كمان إذا يعني إنه حبستي حالك ما رحتي على الحمام مباشرة، هذا الإشي كمان بيأثر لوجود التهابات في المسالك البولية. ممكن إنه المي بتكون قليلة، أنت ما بتشربي مي كثير، كمان ممكن يكون في مسالك التهابات في المسالك البولية وخاصة المثانة يعني. وكمان إذا كانت في خلل في الكلى أو أضرار معينة في الكلى، الكلى ما بتشتغل كمان، فشل في الكلى كمان برضو بكون في عنا فشل، أو ضمور في المثانة، ضمور في أو التهابات في المسالك البولية بشكل عام. أوكي في سؤال من الشباب أو الصبايا، سؤال تاني. في حدا عماله بيمشي. طيب دكتورة الله يسعدك ويرضى عليك، في عندي بس يعني سؤال بسيط، خلينا نستفيد من حضرتك من أبحاثك اللي بتعمليها هلأ، خاصة إنهم طالباتي بيحبوا البحث العلمي وبيحبوا يعني الاستكشاف وبيحبوا الأشياء الجديدة، كونك من الباحثات يعني صغيرة بالعمر فرح تكوني قريبة أكيد منا، وياريت إنه تعطينا من العلم هذا اللي عمالك هلأ بتشتغليه. فتفضلي دكتورة خلينا نستفيد منك، تفضلي. هو الشغل اللي أنا هلأ بشتغله عن مرض الكانسر السرطان،
وكمان عن الفشل الكلوي. في مجموعة أعشاب معينة بعمل عليها دراسات وبحاول إنه يعني كعلاج تكون للفشل الكلوي إن شاء الله طبعاً بإذن ربنا، وكمان للعلاج للسرطان. الحمد لله يعني في 4 حالات لمرض السرطان تعالجوا عن طريق هاي الوصفة. والكلى طبعا يعني الحمد لله يعني في ناس كثيرة يعني عددهم يعني فوق 60 بطلوا يعملوا غسيل للكلى، نشكر الله، خلال 3 شهور الحمد لله. يعني طبعا هاي بفضل ربنا. هي عبارة عن أعشاب طبية نتعامل أكثر إشي فيها على الحساسية، حساسية الجسم. لكل إنسان له أشياء معينة بيستفيد منها، في أشياء معينة ما بيستفيد منها، وعلى هذا الأساس إحنا بنعمل تركيبة الأعشاب طبيعية ما فيها أي أضرار أبدا، بتساعد الجسم إنه ينشفى. والحمد لله يعني إحنا اشتغلنا على سرطان الثدي، اشتغلنا على السرطان الليمفاوي، سرطان الدماغ، واشتغلنا على سرطانات المعدة وكلياتهم القولون مش معدة، الحمد لله كلهم تم الشفاء خلال 4 شهور، بس سرطان الليمفاوي ظل 6 شهور وتعالج. طبعا ضمن دايت معين وممنوعات معينة وأشياء لازم يأكلها وأشياء ما لازم يأكلها حسب مكان المرض وبس. الله يسعدك دكتورة، شكرا كتير، وإحنا كتير سعدنا بلقائك. طالباتي في عندكم سؤال معين حتى لو خارج موضوعنا، إنه أي شيء بدكم تسألوا الدكتورة وجودها معانا اليوم، أي سؤال، أي استفسار، أي شيء مثلا حابين تعرفوه، في مداخلة أو سؤال. يعطيها العافية، ما قصرت، شكرا لها. الله يسعدكم. هاي أنا بانتظار بانتظار أسئلتكم عبال ما هيك شوي لو استفسار دكتورة. لو يعني كلنا منعرف قديش معاناة مرضى الفشل الكلوي، يعني كتير محزن، فهذا أعتقد موتيفيشن لطلابنا اللي أملنا ومستقبل الحياة. أنا دايماً يعني بحكي لهم مرضى الفشل الكلوي يعانون، فيعني لما تقولوا في شبابنا ودكتوراتنا ويعني نلاقي حلول للفشل الكلوي، لأنه عن جد معاناتهم غير عن أي معاناة. يعني أنا بشوف قديش معاناة الفشل الكلوي أو مريض الفشل الكلوي كيف هو، وإحنا طبعا نعمة من رب العالمين وجود الكلى، وجود الفلتريشن اللي هو تنقية المواد السامة ويعني إزالتها، فهي نعمة من رب العالمين. بدي أضيف شغلة، هلأ أنا شغلي كنانو تكنولوجي آملة. ليش بحكي أنا لطلابي اللي عنده حلم أو عنده إشي يقدمه بأي شيء، يعني بملي عليه ضميره إنه يقرأ، يشوف، ديسكفر، يكتشف. في هلأ النانو ماتيريالز، إحنا بس قدرنا نعمل زي تنقية الأملاح، ما قدرنا لهلأ نعمل نانو فلتريشن للكلية، بس استعملناها لتحلية مياه البحر. يعني لسه الإفشنسي، الفلتر اللي احنا عملناه النانو فلتر، لسه ما قدرنا نصنعه يعني خلقة رب العالمين سبحانه وتعالى، عن جد سبحان الله في خلقه. ففقط قدرنا انه نعمل فلتريشن للأملاح لهاي المرحلة. نأمل في المستقبل طلابنا هم اللي يعملوا اكتشافات وهم اللي يخدموا الإنسانية، لأنه الإبداع فيهم طلابي وطالباتي. فأنا تحية
من دكتورة المادة لطلابي وطالباتي، وأنا كتير يعني معتزة فيهم، فشكرا جزيلا لكم. إذا في عندكم مداخلة بدكم أي سؤال من الدكتور فرعين إحنا اتفضلوا. دكتورة لو سمحتي، هلأ بالنسبة للنباتات اللي كانت تستعملها يعني موجودة هي في الأردن ولا برا؟ دكتورة عرين، النباتات اللي بتستعمليها في شغلك وعملك كباحثة، هل هي موجودة في الأردن؟ يعني بتجيبيها من الأردن؟ شوفي أحكي لك شغلة، إحنا الشرق الأوسط بشكل عام أرضنا يعني الحمد لله بفضل ربنا عندنا أعشاب يعني قيمة جدا، وأعشاب يعني فيها علاج أكثر من يعني فيها فوائد يعني مخيفة جدا. والحمد لله كل الأعشاب اللي في العالم لحد الآن معروفة كلها موجودة في الشرق الأوسط، وأكثر إشي موجودة في الأردن وسوريا وفلسطين، هاي أكثر الأعشاب العشبية الطبية موجودة في الشرق الأوسط، يعني كلها موجودة في الأردن كلها. Yes. Yeah. ما في أي شيء، بس إنه في أشياء موجودة في الجنوب، في أشياء موجودة في الشمال، في أشياء مش معروفة، في أشياء يعني منشوفها برا ومنشيلها ومنكبها. Yeah. عرفتي؟ yeah. في فائدة عظيمة جدا، يعني سبحان الله ربنا أعطانا العلاج، بس إحنا لازم نفتح عيوننا نعرف وينه، يعني ما في داعي إن نستعمل الأشياء الكيماوية اللي بتضر أكثر مما تنفع. يس دكتورة شكرا جزيلا. طالباتي في مداخلة منكم أو سؤال للدكتورة قبل ما نودعها؟ يعطيكم ألف عافية. هاي في طالبة، في سؤال معين؟ لا ما في سؤال، بس نحكي لكم الله يعطيكم ألف عافية على جمهوركم، يعني استفدنا منكم ما شاء الله عليكم. الله يعافيكم طالباتي وطلابي، وربنا ينجحكم ووفقكم وما شاء الله عليكم. الله يسعدك دكتورة، شكرا جزيلا لكم طالباتي وطلابي. وبدي أشكر الدكتورة عرين عمارين للشرح القيم والمعلومات اللي أعطتنا إياها بطريقة سهلة وسلسة، وإنه إن شاء الله هلأ عندهم طلاب كويز بعد هذا اللقاء، فإن شاء الله إنه استفادوا. وبدي أشكرك دكتورة جزيل الشكر نيابة عني وعن طالباتي وطلابي في كلية الصيدلة مختبر الفسيولوجي، فشكرا جزيلا لك دكتورة، شكرا جزيلا. طلابي إذا بدكم تشكر الدكتورة من المايك من عندكم. شكرا دكتورة. يسلموا. يعطيك ألف عافية دكتورة. شكرا دكتورة عرين، إن شاء الله منشوفك بالجامعة عنا تزورينا إن شاء الله، منتشرف فيكي دكتورة. دكتورة وجودك بشرفنا. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتورة. في مداخلة طالبة، في حدا سأل شيء؟ لا الأمور تمام. لا ما في شيء، تمام. أوكي شكرا دكتورة، شكرا جزيلا، يعطيك العافية. طلابي شكرا، شكرا دكتورة، وبرجع بحكي معك، شكرا جزيلا، السلام عليكم، إلى اللقاء. طلابي وطالباتي كيف الأمور؟ طمنوني دكتورة. تمام دكتورة. تمام. طيب طلابي وطالباتي إذا ما في سؤال ضمن ديسكشن أو أي شيء أنا بدي أعمل ستوب ريكوردينج، أما إذا بدكم تسألوا شيء معين بخليه ريكوردينج، أو إذا خلصنا بعمل ستوب ريكوردينج. أوكي؟ أوكي إن شاء الله. دكتورة بس ممكن ترجع تحكي عن الآلية تبعت الامتحان بعد شوي؟ يا حاضر آلية الامتحان هلأ بنحكيها. خليني بس أعمل ستوب ريكوردينج. أوكي هاي، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey, stop recording. Okay. Do you want to stop recording? Yes.